وبالعودة للحديث عن استمرار معاناة القطاع الطبي في العراق وسط ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان في البلاد، معنا من لندن الدكتور عرفان يونس الشمري، أخصائي طب الطوارئ. مرحبا بك معنا دكتور. يا مرحبا، تحياتي لك يا أخي الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. جمعية مرضى اللوكيميا في العراق قالت إن قلة الأدوية وغلاء أسعارها يتسبب في موت بطيء لمرضى سرطان الدم، أين دور وزارة الصحة من ذلك والمنوط بها كما تعرف الحفاظ على صحة المواطنين وخاصة من هذه الأمراض الخطيرة؟ هنا يعني دور وزارة الصحة الحقيقة هنالك تلكؤ كبير في استيراد هذه الأدوية وما تحمله من دور مهم في علاج هؤلاء المرضى. أنا اشتغلت في العراق قبل العدوان، وكان كنا نواصل الليل بالنهار من أجل إيصال الأدوية اللازمة لمرضى السرطان وبالتساوي في جميع محافظات العراق. هذا الحكي صار، هذا الكلام صار يعني من عام 1909 يعني بالتسعينيات القرن الماضي. المشكلة أن وزارة الصحة بعد الاحتلال لم توفر أبسط مستلزمات العلاجات الضرورية لمرضى السرطان في محافظات العراق والتي انتشرت بشكل ملحوظ الحقيقة. كنا نشوف مرضى في مستشفى ابن النفيس مثلا في العراق، نشوف مرضى كانوا يجون من جنوب العراق من البصرة من شمال العراق، أيضا كانوا يجون مرضى في يعني خلال فترة الحصار، وهذولا كان يتم علاجهم وكنا نحولهم إلى مستشفى الإشعاع الذري لعلاجهم ولعلاج السرطانات مالتهم وإعطائهم الأدوية. لكن الآن الفساد المستشري في وزارة الصحة أثر في توصيل العلاجات الضرورية لهؤلاء المرضى الذين يعانون ولا زالوا يعانون وسيبقون يعانون في الحقيقة بسبب عدم وجود حلول كافية وصريحة وصحيحة ضد الفساد هذا المستشري. نعم. في وزارة الصحة. نعم. هو اللافت دكتور في الحقيقة أنه الحكومة لا توفر ما يلزم لمحاربة المرض عند الإصابة به، عوضا عن أنها لا تحارب المرض لضمان عدم الإصابة به أو تقليل الإصابة به، لأنه كما تفضلتم الأعداد كبيرة، يعني في عقدين من الزمن نحن نتكلم أو ما يزيد قليلا نتكلم عن مضاعفة كبيرة في أعداد المصابين بمختلف أنواع السرطانات مع الأسف الشديد. نعم، المشكلة أخي العزيز لمحاربة أي داء أو أي مرض في بلد ما، هنالك يجب أن تكون هنالك استراتيجية خاصة. هذه الاستراتيجية تبدأ من تثقيف الناس بعدم استخدام الأدوية، عدم استخدام المواد اللي قد تكون مسرطنة. هذا التثقيف ينتشر إلى مستوى أبعد، المدارس، الكليات، الجامعات، هنالك يجب أن يكون هنالك تثقيف. ما شفنا هذا الشيء حقيقة، حتى في برامجهم التلفزيونية لم يوجد هنالك أي تثقيف عن هذا الموضوع، بل لم يتم استضافة أي دكتور متخصص، أو هنالك مجموعة من عندهم تم استضافتهم، لكن لم تكن هنالك حملة واسعة ضد هذا الموضوع. بالإضافة إلى هذا احنا نسميه اللوجيستيك سبورت، اللي هي احنا نسميها يعني ما كيف تتم يعني عملية. نعم. يعني المستشفيات إدامتها بالأجهزة الطبية اللازمة، إدامتها بالأدوية اللازمة، لا توجد هنالك إدامة للمستشفيات. وهذا حد والمشكلة الخطيرة في بغداد، هنالك زيادة في عدد هذه الحالات، وهذه الزيادة ستنعكس بالمستقبل القريب على قلة احنا نسميه العمر، يعني زيادة عدد الوفيات وبالتالي قلة العمر. نعم. للعراقيين. نعم. ربما ما ذكرته دكتور يفسر ما ذكره مركز الأنبار للأورام السرطانية من أن المحافظة شهدت تسجيل 3470 إصابة بالسرطان خلال العام الماضي. نحن نتكلم فقط عن الأنبار يعني، وهذا ارتفاع كبير جدا. هل من تفسيرات أخرى لارتفاع الإصابات في بعض المدن والمحافظات دون غيرها؟ الأنبار عندنا البصرة للأسف. نعم. البصرة يعني، وأيضا في بعض شمالنا شمال العراق الحبيب أيضا يعانون هنالك الكثير من الأورام السرطانية اللي هي
سرطان الغدة الدرقية. هذه مخلفات الحرب أخي العزيز، يعني مثلا في 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 الرمادي أو في الأنبار وتحديدا في مدينة الفلوجة اللي استلمت عدد هائل من القذائف الصاروخية من قوات التحالف، هذه طبعا لها تأثير على البيئة وتأثير على النمو النباتات على المزارع، على هاي كلها أثرت. البصرة هنالك المخلفات الحرب اللي كانت جاثمة في 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 موانئ البصرة وفي في الأنهر القليلة الصغيرة، كانت هذه أيضا واحد من الأسباب. زيادة عدد الإصابات في مناطق معينة من العراق، هذا دليل على أنه هذه المناطق شهدت فعاليات حربية كثيرة أدت إلى حدوث هذه الإصابات. وأيضا هنالك إهمال للحكومة في مجموعة من هذه المدن، وهذا الإهمال انعكس على زيادة عدد الإصابات، زيادة عدد الحالات وتفاقمها، وبالتالي حدوث مضاعفات كثيرة لهذه الأمراض. يعني على الرغم من ذلك دكتور، ومع كل الأسف، نجد أن مواطني الموصل يقولون بأن الحكومة نسيت مستشفياتها ولم تتم إعادة إعمارها وتأهيلها للعمل مجددا. يعني أمام هذه المعضلة الكبيرة، ماذا يفعل المواطن العراقي؟ الموصل حقيقة يعني جرح العراق، يعني اللي حصل بالموصل، يعني هناك كثير من زملاء الأطباء، أطباء الطوارئ، شافوا حالات مخيفة ومرعبة. الموصل بها مستشفيات الآن قابلة إنه يعاد تشغيلها ويعاد تأهيلها، لكن المشكلة لا توجد هنالك الإمكانية المالية لإعادة تشكيلها. يعني أين يذهب المال دكتور؟ يعني صحيح أن هذا السؤال ليس من اختصاصكم، لكن إذا كان لا يوجد إمكانيات مالية للقطاع الصحي في دولة تحترم الإنسان على سبيل المثال، فأين يذهب المال؟ هو المال راح يعني نعرفه انه المال قاعد يروح للفساد، هذا اهم شيء. وشغله ثانيه انه هنالك رؤوس كبيره سوت عملت مستشفيات خاصه، هذه المستشفيات الخاصه هي الان اللي قاعد تستقبل بديل عن الحكوميه، البديل عن الحكوميه هي اللي قاعد تستقبل المرضى، والمريض يعني المسكين المواطن العراقي قاعد يدفع فلوس لهذه المستشفيات في سبيل انه يحاول يعالج نفسه او يعالج احبابه اللي هم اصيبوا بهذه الامراض. هاي الخطه الممنهجه لتدمير البلد. نعم. يعني نعم. المستشفيات القطاع الصحي العام يجب ان تكون مبنيه ويجب ان تكون مزوده باحدث الاجهزه. لا، هذا ما قاعد يصير. اللي قاعد يصير هنالك من يفتح مستشفيات خاصه حتى يستقطب اولا الكادر الطبي الجيد، الكادر التمريض الجيد في هذه المستشفيات، هذا رقم واحد. رقم اثنين يحولون المرضى الى هذه المستشفيات، وبالتالي هو هذا اللي راح يصير، هو تدمير القطاع الصحي العراقي لا اكثر ولا اقل. نعم دكتور، يعني اسمح لي انا اسالك سؤال، يعني خلينا نقول هو يتعلق بالسياسه الصحيه وليس بالامر السياسي البحث، وهذا السؤال يتعلق وهو سؤال كبير بامكانيه حل مشكلات القطاع الصحي في العراق. اين تكمن مشكله عدم القدره على الحل؟ هل هي أمر متعمد من الحكومات المتعاقبة ممن يحكم البلاد، أم أن هناك عجز حقيقي من الحكومة عن فعل ما يحتاجه المواطنون من أساسيات العمل الصحي؟ الموضوع اثنيناتهم أخي العزيز، الموضوع اثنيناتهم، السببين هما صحيحين. نعم. السبب الأول هل هو يعني متعمد؟ نعم هو متعمد، لأنه لما أروح أسوي تردي بالواقع الصحي أو بالعناية الصحية في لمرضى العراق، هذول المرضى العراق راح يروحون الى دول الجوار بين قوسين حتى يروحون يشوفون حتى يتعالجون في هذه الدول الجوار، او يروحون الى مستشفيات او دول اخرى، وهذا وارد مالي مالي للسياحه العلاجيه في تلك الدول. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هنالك فقدان لثقه المواطن العراقي بهذه بسياسه السياسه الصحيه في البلد. يعني ما حدث في جائحة كورونا، المرضى يبقون في بيوتهم، يموتون في بيوتهم، ما يروحون المستشفى، لأن يقول لك أنا إذا أروح المستشفى راح أموت. المستشفى هي عبارة عن مكان للوفيات، فقدوا الناس ثقتهم بمستشفياتنا. وهذا يعني هذا هو التدمير. يعني احنا عملنا في العراق في أحلك الظروف
كان المواطن العراقي يدخل الى المستشفى يتوقع ان يشوف كل شيء، وكنا نعطيه كل شيء في تلك الفتره، لكن الان يخاف، يخاف يروح، لان يخاف يموت في المستشفى، وهذه مشكله في المشاكل اخي. سياسه تدميريه مع كل الاسف. دكتور عرفان يوسف يونس الشمري، اشكرك جزيلا اخصائي طب الطوارئ، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.